انا الزوجه ديال سعيد هو توفى اليوم مع 7 ديال الصباح، واثر فيه المرض بزاف، جاتو مسكين سخانه بزاف ما عرفتش مناش، واخا همدات عليه الحكه ونعاس حمد الله وشكره، ولكن السخانه طلعاتو بزاف، ديتو المستعجلات السبت والحد واثنين صبحنا فيه وثلاث اليوم صبح ميت اخويا. المرض ديالو سرطان ديال الغدد اللمفاويه، هادشي اللي عطا الله اخويا. الحكة النار كامل، تيحك النار كامل اخويا، ماشي هاد العامرة من 2011 هو تيحك. سعيد مؤخرا شفنا مجموعة ديال المنابر الإعلامية جاو زاروا المنزل ديالك، واش لقيتو شي استجابة من عند المحسنين؟ هما اللي شراو لي اخويا الحصة الأولى، هما اللي شراوها لي. هما اللي شراو لي الحصة الأولى، وكانوا زعما باغيين يعاودوا لي الحصه الثانيه، كانوا بغاو زعما يبداو نسمعوها نهار 30، يلا بغاو يبداو الناس زعما يبداو يعاونوا حتى في الثانيه. شي اللي حال 6 مليون و160 راه ما ساهلاش اخويا. يعني فاش قدرتوا انكم تجمعوا هذا المبلغ كامل عند المحسن؟ المده اللي عطاه التاريخ الطبيب من انه سمعوا مريض وكيحك بغاو يشريوا ليه الدواء، كلشي تفاعل معاه وبغى يشري ليه الدواء. الجرعه كانت الاربع اللي فات، درناها في مولاي عبد الله. شوية ما عرفتش اخويا من جاتو السخانة. كان الله يرحمه الله يجعل لي مثواه الجنة ان شاء الله، واخا ما سخيناش بها اخويا سخيناش. سلامة خيتي سلامة. اخويا الحمد لله هو اللي كان هازنا، وانا ما كنعرف منين ندخل لا منين نخرج، شي اللي عطا الله. خلا واحد الحانوت فيه سال دو جو، ما نقدرش انا نسير داكشي، في العاب ديال الدراري يلعبوا بليات، ما نقدرش انا خويا نعرف داكشي، ما نقدرش لي شي اللي عطا الله. خويا انا الصديق ديال سعيد المرحوم الله يرحمه، الله يولي برحمه شي الله. هاد السيد مسكين مشى لله بواحد المرض، كان خدام بخير مزيان غادي امر، دار الدويره ديالو مشى لله بداك المرض، مشى عطاو تقريبا جرعه تدير شي 6 جوج جرعات يديروا شي 6 7 مليون قال شي 2000 درهم. باع اللي عنده اللي وراه اللي قدامه وعاونوا المحسنين، مسكين صافي غلبوا المرض. هاد مؤخرا عاوتاني تعاونوا مع المحسنين، دار واحد الجوج جرعات 3 ايام دا الله. السلام عليكم، انا صديق المرحوم سعيد اللي كان فيه المرض ديال السرطان. واش نقول لكم اخويا، هذاك السيد من اطيب خلق الناس، ما كانش يأذي الناس، ما كانش ابتلى الله بهذا المرض هذا. واش نقول لكم، كان تيطلب محسنين، كان اللي تيعاونوا المحسنين، ولكن المعاونه ديال المحسنين ما كافياش. واش نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله، السبيطارات راه ما فيهم حتى شي حاجه، والدوله هي اللي خصها تكلف بهذا الشيء. السيد راه حنا تنهضروا شي على هذا السيد، تنهضروا على ناس اخرين مرض، وكتب بزاف الناس راه مرض نفس المرض ديال هاد السيد هذا. اخويا تنتمناو من الله يشوفوا من حالنا، شوفوا من حال هاد الناس هادو اللي مرض. شحال هادي كيفاش كان كيعاني؟ قبل المرض كيفاش كان كيعاني شحال هادي كيفاش؟ واخويا تنقول لك السيد كان معذب بزاف بزاف، معذب تكرفص السيد مسكين. كيف كانت الحالة ديالو؟ في الأول كانت الحالة ديالو بغير، والسيد باش نقول لك هذا المرض هذا ما ابتلى الله بهذا المرض هذا، هو مسكين ما عارفش من جا هذا المرض هذا، لا كنا ما عرفناش من جا هذا المرض. واش نقول لك مسكين، كان هو كان يتعالج، كون عاونوه المحسنين في اليابات الاولى فاش الله بدا المرض، وكون السيد مسكين راه نايض عند وليداتو تيضحك معاهم حتى هو مسكين. اخويا ما عرفش نقول لك، كان باغي مسكين يرجع صحيحته ويرجع لوليداتو، وهو دا الله اصلا تكرفس مسكين، بغى الله دا الله. الزوجه ديالو واش مسكينه قاد انها تعزل وليدات بوحدها؟ واش نقول لك اخويا، راك انت عارف راه الزوجه مسكينه، المراه تبقى مراه، واش المراه دابا غتخرج تخدم عندها ثلاثه ديال الدراري راه ما يمكنش، والكرا وبزاف ديال الحوايج اخويا. تنتمناو من الله يشوفوا من حالهم ويعاونوهم، هذا الشيء اللي كان. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.